الحسن الزهور كاتب العام حدارة أمارة يومان زلغان تيرا كاتب العام رباط ستيرا. أولا كنشكروا النادي الأدبي لأمازيغ كابريس على التقليل الأدبي المهم في مدينة كادير اللي ضعفت فيها الثقافة والأدب. في هذا الإطار كنشجعوا مزيان وكنشجعوا هذوك القائمين كذلك المهتمين والقائمين بهذا العمل أو بهذا النادي الأدبي. اليوم التجربة تيرا هي الموضوع اللي حاضر اليوم وتجربة الأدب الأمازيغ بصفة عامة. تقريبا السي محمد أكون ذكر على تيرا بمعنى الكتابة في الأمازيغية ومن التدوين إلى الكتابة والتاريخ ديال هذا التدوين. أنا تكلمت على القصة القصيرة لا نوفيل في الأدب الأمازيغي الكرونولوجيا ديالها ومراحل مثلا التطور والتيمات والتجارب اللي كاينة في الأدب الأمازيغي القصصي. والسي محمد جوسوس تكلم على بعض المفاهيم منها التجارب اللي كاينه عندنا في الادب الامازيغي لا بالنسبه للقصه لا بالنسبه للمسرح لا بالنسبه للروايه وبعض التطورات وبعض الاحصائيات. وهذا الشيء كلشي كافاده في تقريب الحاضرين لهذا الادب اللي يعتبر عمق الادب المغربي المكتوب الامازيغي. التحيه لكم.